معه الدكتور أحمد المعموري، دكتور قانون جامعة الكوفة ورئيس هيئة المستشارين في مركز الرافدين للحوار. To talk about the role of NGO education in prevention, vaccination, acceptance, and role of law against people who educate against vaccination. يتكلم عن دور المنظمات المجتمع المدني في التثقيف للتطعيم ودور القانون في محاسبة مروجي الإشاعات. تفضل دكتور أحمد. دكتور أحمد تفضل. الأخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. شكرا دكتور ميثم على هذه الندوة وهذا المؤتمر المهم في هذا الوقت الحساس اللي يمر به البلد. محاضرتي أو الورقة العمل التي سألقيها على أسماعكم تتعلق بدور منظمات المجتمع المدني الـ NGO في التثقيف وإشاعة ثقافة التطعيم والوقاية من الوباء والمسؤولية القانونية على الأشخاص المحرضين على عدم أخذ اللقاح. المحاضرة من جزئين، الجزء الأول هو دور منظمات المجتمع المدني. بالحقيقة منظمات المجتمع المدني تتمثل دورها في ثلاثة أدوار مهمة. الدور الأول هو الدور التوعوي للمجتمع باعتبار أنه الأزمات التي يمر بها البلاد تدفع من الضرورة أن تكون هناك مؤسسات إضافية غير مؤسسات الحكومية إلى التحرك الفوري لإنقاذ المواطنين والمساهمة في أن تكون لهم دور كبير في التوعية ضد خطورة الوباء وطرق الوقاية منه. الكثير من وسائل أو الأوجه لهذا الجانب التوعوي اللي مثلا التوعية بالالتزام بالمسافات الآمنة في المناطق العامة والمرافق العامة وتجنب الاكتظاظ والقيام بالمتطوعين بأدوارهم في هذا الجانب، الرقابة أو تفعيل الجانب المحلي لخصوصية الوباء في كل منطقة أو في كل بلد وإعلام الجماهير بالإشاعات التي ممكن أنه تحدث في الصعيد المحلي وليس فقط على الصعيد الوطني، والعمل على تقليل الهلع والخوف، وهذا كله يعزز الاستقرار الاجتماعي اللي هو نقطة أساسية من النقاط المهمة في معالجة الأزمات، لا سيما الأزمات الوبائية مثل أزمة كورونا. أيضا تقديم تقارير دورية يومية أو أسبوعية عن المرض، وهذا يساهم في إعطاء إحصائيات ومعلومات كبيرة للمؤسسات الصحية، وأيضا يساهم في إعطاء استراتيجية كبيرة أو في وضع استراتيجية كبيرة في الوقاية من المرض أو في التطعيم. إدارة المعلومات الخاصة بالوباء ومخاطبة المواطنين بشكل مباشر عبر المنظمة نفسها وعبر التطوع أو المتطوعين. أيضا تغليب دور المشاركة الاجتماعية أو المشاركة المجتمعية في الترويج لسلامة اللقاح والعمل على العمل بشفافية على كل ما يتعلق باللقاح من يعني أمور طبية أو من أمور يعني ضارة قد تكون ضارة في هذا الجانب، حتى تكون هناك شفافية واضحة في هذا الجانب. أيضا دمج أنشطة مرتبطة بإدخال اللقاح مثل الآراء المتعلقة بالمختصين وتحليلها والتصرف بها وتحليلها ويعني إفهام المجتمع بهذا الجانب، هذا كله في إطار الجانب التوعوي. الجانب الآخر هو الجانب الردعي إن صح التعبير، اللي هو أنه منظمات المجتمع المدني تكون لها جانب أساسي في الردع وفي المساهمة في المتطوعين مثلا أو الحوادث والإصابات وغيرها، بما يساهم ب يعني تكريس طاقة أكثر للاستجابة للحالات الإصابة السريرية إن صح التعبير. الجانب الثالث اللي هو الجانب الرقابي، هنا تعمل منظمات المجتمع المدني سواء في المستوى المحلي أو المستوى الوطني على تسجيل المخالفات أو التجاوزات اللي تحدث في المجتمع للمتعلقة بالوباء والتلقيح، يعني التجاوزات التي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي أو الفيسبوك أو غيرها، وكلها تكون عملية رصد لها منظمات المجتمع المدني ترصدها بصورة دقيقة
وتعمل على إيصالها إلى السلطات المختصة في هذا الجانب لمنع هذه التجاوزات. فهنا راح تمارس دور رقابي أساسي. أيضا ممكن منظمات المجتمع المدني تساهم في منظومة رقابية أو إنشاء منظومة رقابية لها يعني دور كبير في الوصول إلى المعلومة وتوثيقها، وتكون حلقة وصل بينها وبين المواطن والدولة. جانب أساسي مهم اللي هو الموضوع المتعلق بالجانب المالي للمنظمات. تعرفون حضراتكم يعني هناك تساؤلات كثيرة أو علامات استفهام كثيرة على الموارد المالية أو الأرباح التي ممكن أن تجنيها هذه المنظمة أو تلك الدولة من مسألة الوباء. فهذا جانب أساسي مهم ممكن نساعد به في هذا الجانب، أن تكون هناك شفافية واضحة في الأموال التي تصرف للقاح أو في استثمارها وغيرها في الدول، لا سيما إحنا نعيش في دول بها مستوى الفساد جدا عالي. فهذا أيضا من الجانب الرقابي. هذا كله الجوانب الثلاثة هو في دور منظمات المجتمع المدني. في الثاني هي اللي جانب القانون أو المسؤولية على الأشخاص المحرضين على عدم أخذ اللقاح. بالحقيقة يعني قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 69 النافذ حاليا يفرض عقوبات جدا يعني ملائمة تتعلق ب إذا ارتكب شخصا فعلا من شأنه أن يؤدي إلى نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد، نشأ عنه فعل أدى إلى موت الإنسان أو أصاب تبعها مستديمة تصل العقوبة إلى 3 سنوات، المادة 368. فإحنا عندنا جانبين ممكن إحنا نستعملهن كإجراء قانوني للأشخاص المحرضين بوسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بالوسائل التقليدية. الجانب الأول هو قانون العقوبات، وعندنا أكثر من منفذ إن صح التعبير بهذا الجانب. الجانب الأول اللي هي قلت لكم المادة 368 اللي تتعلق بنشر مرض خطير. قد يسأل سؤال يقول لي يعني هذا الشخص المحرض هو لا ينشر المرض يعني أو بصورة مادية عملية، لا، هذا الشخص يساهم أو يحرض على نشر هذا المرض عن طريق عدم تلقي اللقاح أو عدم أو الاستهانة بهذا الجانب. نشوف المادة 369 من قانون العقوبات تعاقب بعقوبة لا تزيد على سنة إذا الشخص تسبب بخطئه في انتشار مرض خطير مضر بحياة الأفراد. فهذه المادة جدا صريحة بهذا الجانب أنه هناك تسبب بخطأ هذا الإنسان لنشر المرض الخطير. طبعا بيأخذ بنظر الاعتبار المساهمة والاشتراك، يعني قد يساهم هذا الشخص بالاشتراك بجريمة نشر المرض أو نشر الخطأ عن طريق يعني إحنا نسميه المواد اشتراك بالجريمة اللي هي المادة 47 والمادة 48 والمادة 49. مثلا من دفع بأي وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جنائيا، أو المادة 48 من قانون العقوبات من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. وهذا نشوفه بوسائل التواصل الاجتماعي، الأشخاص الذين يحرضون على عدم أخذ اللقاح هذا يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في نشر الوباء، فممكن أن تلاحقهم هذه المادة. وكذلك العقوبات تشمل التحريض بوسائل الطرق الإلكترونية ووسائل العادية. الجانب الآخر اللي هو عندنا قانون الصحة العامة العراقي اللي هو رقم 89 سنة 81 النافذ أيضا، التي جعلت لوزير الصحة الصلاحية بنشر الأشخاص الملزمين بأخذ اللقاحات من قبل الجهات المختصة وفي الجريدة الرسمية، وأعطى صلاحية بعض الإعفاءات للأشخاص الذين مصابين بأمراض أو غيرها. فهذا نص واضح يعطي صلاحية بفرض اللقاحات، وهذا مسألة فرض اللقاح أكو خلافات بين الدول بهذا الجانب، بين من يرى بأن لا يجوز فرض اللقاح على الإنسان باعتبار أنه حماية الجسد وحرية الإنسان في الجسد اللي تكفلتها الدساتير، لكن بنفس الوقت هناك نصوص تبيح للدولة أنه فرض اللقاح في حالة أن يكون هناك وباء عام يهدد حياة المواطن، لأنه واحدة من الأهم يعني واحدة من أهم وظائف الدولة عن طريق وزارة الصحة هو تهيئة مواطن صحيح أو سالم جسديا وعقليا واجتماعيا خالي من الأمراض. من هذا الجانب، وهذا طبعا نص دستوري أيضا عندنا بالدساتير
كفلة الكفالة يعني الجانب الصحي وحق المواطن بالرعاية الصحية، كل هذه الأمور تكفل أو تجعل من اللقاح أو من حق الدولة فرض اللقاحات بالجانب القانوني، ويعني بوجود سندات قانونية تكفل للدولة أنه لا تتحقق لها أي مسؤولية، وفي نفس الوقت ممكن للدولة أن تفرض عقوبات على الأفراد كما ذكرته، بالإضافة لنصوص كثيرة مثل عندنا حتى نص المادة 240 من قانون العقوبات، اللي هو الامتناع عن الأوامر التي تصدر من الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية. فأي شخص يمتنع عن تنفيذ هذه الأوامر ممكن أن يعاقب لمدة حتى لا تصل إلى 6 أشهر. يعني أتصور أنه بالخلاصة أن هناك وسائل قانونية في القانون العراقي وكثير من قوانين الدول تكفل أنه تنفيذ هذه العقوبات، لكن هل تملك الدولة القوة أو تملك الجرأة أو النجاعة لإنفاذ هذه العقوبات، خاصة مع الفلتان اللي نشوفه العلني للكثير من الناس المختصين أو غير المختصين لإبداء آرائهم في جانب اللقاح دون أي مسوغ طبي أو قانوني أو حتى علمي؟ شكرا جزيلا للحضور، وأنا أعتذر مرة أخرى على الانقطاع بالإنترنت. شكرا جزيلا دكتور أحمد، رئيس هيئة المستشارين في مركز الرافدين للحوار.